تريد لها متعلقا قدرة يبقى لها متعلق تبرده، حكمة يبقى لها متعلق يجي، مغفرة لها متعلق، رحمة متعلق. يبقى العالم ده كله مجال صفات الكمال، مجال وإلا أنت ولله المثل الأعلى. ساعة ترى إنسان مثلا رسام ولا شاعر ويقعد بقى كده ويعمل إيه قصيدة إيه شعر، ويمكن يعمل قصيدة شعر يبقى عنده دوين ويستحي حتى إنه ينشرها على الناس. ليه؟ بليه عمل كده؟ سبب دي متعلق صفة الكمال فيه. ولذلك بنجد في بعض الناس يقول لك ده هاوي، هاوي يعني عمله وحركته في الحياة ملهاش علاقة بالموهبة بتاعته، يقول يجعل لموهبته إيه؟ مجال، ويقعد كده علشان يشوف الصور اللي بيرسمها أو الشعر اللي بيقوله أو صفة الكمال. يبقى إذن كل الكون بما فيه من أسرار دي متعلقات صفات مين؟ صفات الكمال. وبعد ذلك يأتي ليعلمنا في الآخرة أنني خلقتكم ولا حاجة بي إليكم، بل أنتم ستعيشون في كنفي، لا بالأسباب التي كانت لكم ولكن بكم مني. ومهما ارتقيتم في حياتكم ورفهتموها وأخذتم زينة، والأرض أخذت زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالإيه؟ تغنى بالأمس. ولم تستطيع أن تصل بابتكاراتك ولا باختراعاتك إلى أن يخطر شيء ببالك فيأتيك، بل كلها برضو آلية. كما قلنا يضغط على الجرس ده يجيله شاي، يضغط على الجرس ده يجيله قهوة وسكر زيادة، والجرس ده هو يجي مزبوطة، ودي تيجي على الريحة، ودي تيجي زادة، يقدر يعمل كده. العملية دي عايزة عملية شحن ولا لا؟ ترتيب لها عشان تكون مش كده؟ طيب هات لي بقى لما نرتقي أو 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 وبعد ذلك بمجرد ما يخطر الشيء على بالك تلتفت تلاقي عندك. الله دي تحصل بقى؟ ما تحصلش. ايه؟ ما ايه؟ يبقى لعلكم تهتدون الى الغاية المطلوبة منكم. هي دي اللي هتوصلكم الى الايه؟ الى الغاية. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب. كما أرسلنا إيه يعني؟ نوالي نعمنا عليكم كما إيه؟ أنعمنا عليكم بإرسال رسول، لأن النعم دي الحديث على إيد الرسول. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، رسولا إيه؟ كلمة رسول منكم دي يعني مش من جنس ثاني، أدي واحدة. ورسول منكم تعلمونه، ورسول منكم تعلمونه ليكون العلم به قبل أن يكون رسولا خميرة الإيمان به قبل أن يأتي بالحجة. ولذلك بمجرد ما عرض نفسه على السابقين آمنوا به أو لم يؤمنوا؟ أبو بكر آمن ولا ما آمن؟ خديجة آمنت ولا ما آمنت؟ طب قال له إيه ده؟ ما كانش لسه جاب يعني معجزات ولا بقى؟ لا، ده أخذ الإيمان من سابقة معرفتهم به قبل أن يكون رسولا. ما كذبش عليه كده طول عمره، هيبقى اللي ما كذبش علينا هيكذب على الله. يبقى إذن منكم دي معناها عشان تبد الخلية الايه؟ الخلية الإيمانية الأولى بإيه؟ بما علم له. لم يفاجئهم بلأن ما هنا هنعرف كان ايه ده شكله؟ لا يا اخوة، متربى ايه؟ متربى في وسطك، ويمكن يقول ده اتعلم اهو، ما تعلمش ده كذا، ما حصلش، انتوا عارفينه. يبقى اذا منكم دي لها مدخل ولا ملهاش مدخل؟ لها مدخل. ولذلك ايه رسولا من انفسكم، هناك لقد جاءكم ايه؟ رسول من انفسكم. وكلمة من انفسكم دي شوف اشتقاقه، ادي حرص عليكم لانه من انفسكم، لانه ايه؟ من انفسكم. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم. التزكية معناها ايه؟ التطهير. والتطهير يقتضي انه كان فيه دنس. نعم، الدنس الذي حدث بالغفلة، وأدي البنات والخمر والميسر
ويكفي عبادة الأحجار اللي بينحتوها الله. كل الربا كل الأدين يبقى بده يطهركم. ويبقى يزكي يعني ايه يطهر ويزكي ينمي ايضا الله. معنى التزكية التطهير اي سلب الضار والتنمير ايجاب النافع. يعني جمع لكم بين ايه سلب ضارا وجاء بنافع. ويعلمكم الكتاب والحكمة. طبعا الكتاب اذا اطلق انصرف الى مين؟ الى القرآن. والحكمة الحكمة هي وضع الشيء في ايه في موضعه. حين تضع الشيء في موضعه يقال ايه بحكمة. مأخوذ من ايه؟ انك التكليفات تأمرك بفعل شيء يتنهيك عن ايه عن فعل شيء. الله. يبقى هي دائرة بين الفعل والترك بين الفعل. طيب الفعل ده توجيه طاقة لحركة تفعلها. الترك ما توجهش الطاقة. الترك يبقى ايه في نظرت ايه اللي عايزه مجهود. لا الفعل لان الفعل عايز توجيه طاقة عشان تفعل دي كمان تفعلش ما تعملش حاجة. أما أنك شوف عشان تعلم أن شهوة النفس هي التي دفعتك إلى أن تذهب إلى المسلوب من الحركة فتفعله مش كده؟ وإلى المطلوب من الإيجاب فلا تفعله. شوف النفس عمل فيه بقى الفعل بيقتضي منك إيه؟ مجهود وحركة. وعدم الفعل ما فيش ما تطلبش حاجه. قال لك لا الحاجه بتاعته النفس. الحاجه بتاعته ايه النفس. ولذلك الحاجه بتاعته النفس دي هي اللي تلح عليك فيسهل عليك الفعل. وحاجه النفس تاتي فيما يطلب منك الفعل فتجعل الفعل شاقا. هنا جعلت الفعل ايه وهنا جعلت الفعل ايه شق. لان الامر دائما يأتي على غير الف النفس في الفعل. والنهي ايضا يأتي على غير الف النفس في الترك. فحق سبحانه وتعالى يقول ايه هنا بقى ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والإيه والحكمة. والحكمة ان تفعل الفعل ان كان الفعل يحقق خيرا وان تجتنب الفعل ان كان الفعل يحقق ايه طب. ودي مأخوذة من ايه عشان تعرفوا ان كل الامور المعنوية تؤخذ دائما من المحسات. اللغة حين تضع لفظا لمعنى من المعاني تجيب من الحس. اهي الحكمة دي الحديدة التي توضع في فم الجواد. في فم الايه في فم علشان ايه باللجام لتحكم حركتها لتحكم ايه اهي الحكمة هي دي. يبقى شوف خدنا الحكمة من ايه من الحكمة اللي عشان يحب ياكل دي ويقول لا ما تاكلش دي عايز يجمع احنا يبقى اذا الحكمة ان تضع الشيء ايه ان اردته ان يسير ارسلت له اللجام أريته أن لا يسير شديت اللجام. أردت أن أحوط كده تشد السرعة من الناحية دي الشمال تبقى توضع حركته. كل حركة لتؤدي إيه لتؤدي الغرض إيه الغرض منها. الحكمة ده هي الأحاديث النبوية. الأحاديث واذكرنا ما يتلى إيه من آيات الله اللي هو القرآن والإيه والحكمة. نعم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ليه؟ لأن سابق لكم أمة أمية. سابق لكم أمة أمية. فإن بهرتم الدنيا بما تحملون من إشعاعات حضارية عمرانية تقنينية كل دي يبقى لا يقولن أحد أبدا ممن يأخذ إشعاعاتكم إن دي هبة ثقافية أو هبة حضارية لأنكم جلابة ما كنتش تعرفوا حاجة. يبقى كل اللي جالكم منين يبقى إذن كون الرسول أمي كما قلنا شرف له أولا لأن إن لم يكن أمي يبقى تثقف بثقافات المعاصرين.
كون امي لا ده ثقافته علويه ما. ولا خد ولا حاجه من البشر. يبقى الاميات في امثالنا نقص ولكنها فيه كمال، ولكنها فيه ايه؟ كمال، لانه معناه بيقول لا فضل للدنيا عليه ابدا، فكل ما ياتي به سماوي. ليه؟ لانه لو اخذ من الدنيا لاخذت بما خمرته الاهواء، وهو جاء ليقضي، فلا ياخذ من الاهواء ليطفي الاهواء، وانما ياخذ من السماء ليكبت الاهواء. ياخذ من السماء يبقى اذا ويعلمكم ما لم تكونوا ايه. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما عمر لولا الاسلام. السلام عمر اللي العبقريه بتاعته والفطره السليمه والراي الناضج يقول ما عمر لولا الاسلام. ايش عمر دي؟ وما قالش من عمر حتى، ده قال ما. شوف ازاي. ويعلمكم ما لم ايه، ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني. كل الافضل دي والنعم والحاجات دي يجب ان لا تنسوها ابدا، وان تعيشوا دائما في ذكر من انعم هذه النعم. ليه؟ لا لاني سارجع فيما اعطيتكم، ولكن لاني اريد ان تذكروني، لاني ساذكركم وازيدكم. يبقى دي رغبة الكريم في ان يعطي. بيقول لك بس كن اهلا لعطائي. كن اهلا لعطائي، لان رغبته انه ايه؟ ان يعطي اكثر. فبيقول لك عشان اعطي اكثر اذكرني. ومعنى اذكرني، اذكرني في كل شيء، اذكرني في نعمي عليك، اذكرني فيك في نفسك، اذكرني في عطاءاتي لجوارحك، اذكرني كل شيء يجب انك تذكرني فيه. ولذلك بعض الصالحين يقول سمعت ممن سمع عن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم انك اذا ما اقبلت على شربة الماء فقسمه اثلاثا. اشرب اول جرعة وقل بسم الله واشربها، ثم انتهي من الجرعة وقل الحمد لله، وابتدئ الجرعة الثانية وقل بسم الله، وانتهي منها وقل الحمد لله، ثم اختم بالثالثة وقل بسم الله، واختمها بقولك الحمد لله. إذا أخذت شربة ماء بهذه الطريقة التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما كان في جوفك ذلك الماء فلن تحدثك ذرة بمعصية الله. وجربها يوما في نفسك، جربها يوم في نفسك كده، سمي كده بسم الله، وبعدين قول الحمد لله، وسمي بسم الله، وقول الحمد لله، وسمي بسم الله، وحمد. طالما وجد ذلك الماء في جسمك ما في ذرة تحدثك بانك انت تعصى ربنا فيه. ليه؟ لانك استقبلت النعمة بذكر المنعم، ونفضت عن نفسك حولك وقوتك في كل شيء. وليه اشمعنا في المية؟ لان الماء في الجوف اشع. اذكروني اذكركم، واشكروني ولا تكفرون. اشكروا لي، اشكروا لي، اشكروا ايه؟ نعمتي. يبقى الشكر على النعمة، يعني قد يتضح المنعم ايمانا، ولكنك تأتي من نعم وتفهم زي كما قيل وقلنا اوتيته على علم. اوتيته على ايه؟ تفتن بالاسباب. ولا تكفرون، تكفروني يعني تستروا النعمة فلا تجروها على ألسنتكم. ونحن قلنا ان كل نعمة من نعم الله لو استقبلت بمردها الى ما شاء الله لا قوة الا بالله
لا ترى في النعمة مكروها أبدا، لأنك حصنت النعمة بسياج من أنعم النعمة. وإن أنت تركتها كده كده بتاعتك ونسيت المنعم تترك لإيه؟ لشأنك. واشكروا لي ولا تكفروا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا على إيه؟ على كل مطلوبات دينكم وتكليفاتها. كل مطلوبات الدين منكم تستعينوا عليها بالإيه؟ بالصبر. صبر ليه بقى؟ أم قال لك الصبر حبس النفس عن الجزع من كائن. تيجي تجزع ولا اصبري. ويأخذ ألوانا شتى حسب تسامي الناس في الإيمان. مثلا سؤال الإمام علي قال له حق الدار إيه؟ أم قال تعلمون أنتم إنك أنت لا تؤذيه؟ قالوا نعم. قال لا، أن تصبر على أذاه. مش بس ما تأذيهش. شوف تصبر على إيه؟ ارتقاء في الصبر ده ولا لا؟ ارتقاء في إيه؟ في الصبر. وإحنا قلنا إن الصبر ده هو المعونة على مشق الأمر ففعل وعلى مشقة النهي فيما تفعل. لأن الله لا يقول لك فعل ولا تفعل إلا في أمر ففعل من طبيعتك أن لا تفعله، ولا تفعل من طبيعتك أن إيه؟ يبقى هو أخرجك عن الطبع في الإيجاب وأخرجك عن الطبع في السلب. دي عايزه منك ايه؟ تصبر على مشقة التكليف. الصبر ده تعمل ايه يعني؟ ام قال لك اذا ضاقت نفسك بامر توجيهي او بنهي توجيهي من الله فاصبر على المشقة اولا حتى تدرك حلاوتها ثانيا. فانك ان اخذتها تعبدا ستأخذها فيما بعد عادة. ولذلك بعض الصالحين يقول لك اللهم إني أسألك ألا تكلني إلى نفسي، فإني أخشى يا رب ألا تصيبني على الطاعة لأنني أصبحت أشتهيها وأنت أمرتنا أن نحارب شهواتنا. الله. طب إزاي بتيجي؟ أنا اللي بحبها دلوقتي بقت شهوة. شوف إزاي انتقلت الطاعة إلى إيه؟ شهوة. وهو ما دام بيحارب شهواته يقول لك الله طب بقت شهوة ليه؟ بقول يا رب أحسنني بقيت أحبها بقى المسألة دي أنا يعني. شوف إزاي؟ يعني بده يقول إنها بقت إيه؟ التكليف كان شقا أولا ثم صار إيه؟ صار محبوبا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا سابقا أن شوف الأدب النبوي يقول له ساعة ما تيجي الصلاة مين اللي كان يؤذن؟ بلال. يقول له إيه؟ أرحنا بها. أرح أكن إحنا من غيرها نبقى تعبانين. ولما نصليها إيه؟ شوف الفرق من ما قالش أرحنا منها. لأن منها لأن في بعض الناس يقول لك ده بتبقى على كتف زي الجبل وبعدين بده أصلي. يقول له لا، أنت بترتاح منها ولا بترتاح بها؟ خليك ترتاح بها. معنى ترتاح بها أنك ذهبت إلى أنس بالله المكلف. وما دام ذهبت إلى أنس بالله المكلف، إيه التكليف ده اللي يخليك تبقى في محضر ربك؟ الله. تكليف في محضر إيه؟ ده الناس بتشقى علشان يجي لها مناسبة من المناسبات تبقى في محضر رؤسائها. فما بالك بقى الانسان يبقى في ايه؟ يبقى في محضر ربه. وما دام في محضر ربه يقول ذكرته بنعمه ولائه لله سبحانه وتعالى، فكل امر شاق يصادفه في حياته يقول انا لا اواجهه بعبوديتي ولكني اواجهه بربوبيته. يبقى ترتاح ولا لا؟ لو ان شيء شاق كده والبعض الانسان الواحد افتكر حنان ابوه عليه
افتكر النبوة هو اللي بيجيب له مش عارف. افتكر النبوة كده يبقى لا كرب وانت ايه وأنت لا كرب وانت رب. وقلنا اللي له قد ما بيحملش ايه هم. يبقى اللي له رب يعمل ايه يختش على عرضه ولا لا؟ يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. طب واجه الحياة في معية الله. بأنت لو واجهت مشاكل الحياة في معية أقوى منك ذرة تواجه الأمور كلها بشجاعة ولا لا؟ طب أنت في معية من؟ وكل شيء في الوجود أثر من آثار فعل الله. وأنت تواجه الأمر بالفاعل. أيجرؤ فعل أن يقف معك وأنت مع الله؟ ولذلك قلنا إن الأحداث لا تستبد بالخلق إلا ساعة ينفلتون من حضانة ربه. إنما إنسان عايش في حضانة ربه ولا يجرؤ عليه الشيطان. ولذلك قلنا الشيطان خناس. يعني إيه؟ إذا سهلت عن الله اكترأ عليك، وإذا ذكرت الله خلص، لأنه ماليش قوة. هو الشيطان دخل مع الله في معركة، إنما دخل مع عبيد الله في معركة. إنما واحد بقى يحتمي بالله كده يقول الشيطان ما يقدرش إيه. ولذلك قلنا إنه إلا عبادك مين ما يقدرش عليهم دول. أنا إيه ما يقدرش عليهم. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله إيه؟ مع الصابرين. ومعية الله حين تلحظ في أي شيء تدي الإنسان طاقة من الجلد وطاقة من القوة وطاقة من الأنس به ومن الرجاء فيه. من الأنس به لأنه يصاحبني في كل عمل، ومن الرجاء فيه لأنه يجازيني مع عمل. ولذلك لاحظوا أن الحديث اللي كنا قلناه يقول الحق سبحانه وتعالى يا ابن آدم مرضت ايه فلم تعودني. قل كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعود؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يبقى سلبه النعمة وآنسه بالمنعم. ولذلك بعض الصالحين كان يقول اللهم إني أستحي أن أسألك العافية حتى لا يكون ذلك زهدا في معيتي لك. يكون ذلك زهدا في إيه؟ في معيتي لك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى لقاء.